عرض المسوخ أو السيرك اللا آدمي. في أواسط القرن السادس عشر صارت عروض المسوخ من وسائل الترفيه المنتشرة، والمسوخ هم أشخاص فيهم تشوهات خلقية. زمان كانوا يعملوا سيرك خاص لهذه الفئة، كلهم عندهم تشوه خلقي مختلف عن التاني، وعملوا هذه العروض واعتبروها مصدر للترفيه. وهذه التشوهات ممكن يكون الشخص ضخم أو طويل، وممكن يكون قزم أو شخصيات مصابة بأمراض غريبة، وممكن يكون عندهم صفات ذكرية أو أنثوية. في البداية كانوا يعملوا هذه العروض في بلاط الملوك أو الأمراء، وبعد هيك صارت قدام الجمهور العام. طبعا في عصرنا الحديث عرض هدول الأشخاص والتكسب منهم واستخدامهم وسيلة للترفيه بتعارض مع مفهوم الإنسانية، لكن في هداك الوقت كان أمر عادي جدا، خاصة أنه مجالات الترفيه كانت قليلة، لأنه الناس بالعادة بتحب تتفرج على كل شيء غريب. واللي كانوا بيشتغلوا بهذه المهرجانات في منهم اشتغلوا بإرادتهم واستغلوها وسيلة عشان يعيشوا ويصرفوا على حالهم، وفي منهم انفرض عليهم أو باعوهم بيع زي العبيد، وكانوا يعملوهم معاملة سيئة جدا. واليوم راح نحكي عن عينة من هدول المسوخ أو اللي عندهم تشوهات، وكانوا مشهورين في زمانهم. وقبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الانترو. تشارلز شيرود لقبه الجنرال عقلة الإصبع. هذا الشخص انولد طبيعي جدا وما في اي اشي، واخوته كانوا كلهم طبيعيين، لكن لما صار عمره 6 شهور توقف عن النمو لسبب غير معروف، وخلال حياته زاد طوله بس سنتيمترات، وصل طوله ل 86 سنتيمتر. عانى في طفولته لانه كان قصير وقزم، وما كان له خيار الا يشتغل في هذه المهرجانات عشان تساعده في وضعه المعيشي، كمان يكون قريب من الاشخاص اللي شبهه بالمعاناة وما يطلع عليه بنظرة استغراب أو اندهاش. وراح اشتغل بالسيرك لما كان عمره 5 سنين. طبعا أهله وافقوا لأنه كان عنده موهبة بالغنى والرقص والتمثيل، وبقدم عروض كوميدية، هذا اللي حبب الناس فيه. وبعد سنة اتعرف على فتاة بتعاني نفس مرضه، اتزوجها وعمل معها كتير من العروض. عن طريق عمله في السيرك صار مشهور وكتير ثري، وكان له أصدقاء من كبار الدولة. وتوفى تشارلز القزم الأمريكي المشهور كان عمره 45 سنة بسبب سكتة في الدماغ، وحضر جنازته 20,000 شخص. الشخصية الثانية معانا إيلا هاربر، لقبها فتاة الجمل. انولدت إيلا بمرض نادر في العظام خلى ركبها متنية للخلف، وكانت بتمشي على 4 ايديها ورجليها، وإيلا كانت الوجه الإعلامي للسيرك. وبعد 4 سنوات استقالت من عملها، لكن بعد ما جمعت ثروة كبيرة، كانت تكسب تقريبا 200 دولار بالأسبوع، يعني يعادل 5000 دولار في يومنا الحالي. وكتبت على ورقة استقالتها: أنا لقبي الفتاة الجمل لأنه ركبي كانوا متنيات للخلف، وممكن أمشي على إيدي ورجلي، وأثناء عملي سافرت كتير وبدي أرجع على المدرسة وأكمل تعليمي. تزوجت إيلا من معلم اسمه روبرت، وخلفت بعد سنة طفلة، وبعد ما خلفت ماتت الطفلة بعد عدة شهور. فقررت هي وزوجها يتبنوا طفلة اسمها جويل، لكن هذه الطفلة ماتت بعد 3 شهور. وفي عام 1921 ماتت إيلا بسبب مرض سرطان القولون في دور جيفوتشو، لقبه جوجو وجه الكلب، في دور كان معاه مرض اسمه متلازمة المستذئب، يعني بكون وجهه شكله زي الذئب. انولد في دور في روسيا، وهذا المرض كان عبارة عن نمو غير طبيعي للشعر، كان يعاني من كثافة الشعر اللي غير طبيعية في جسمه حتى وجهه كمان، واستغلوا شكله عشان يقدم عروض في سيرك الجحيم. وكان ابوه بيعاني كمان من نفس المرض، كانوا الاثنين بيشتغلوا مع بعض بالسيرك، كانوا يشتغلوا في اوروبا، وبعدين جابوا في دور عشان يشتغل ويقدم عروض في امريكا، وبعدين صارت مشكلة بينه وبين صاحب السيرك، والناس صارت تقول انه صاحب السيرك ألف قصة عشان يشوه صورته قدام الجمهور. فقال انه الصيادين قبضوا عليه هو وابوه في داخل كهف في الغابة، وقالوا عنه متوحش، ولما يعصب بصير ينبح ويعوي، وهذا الدور اللي كان يمثله في السيرك. وتوفى في دور في اليونان عام 1904 بسبب التهاب رئوي. أما الشخصية الرابعة في قصتنا لليوم فهي جوليا باسترانا، لقبوها بصاحبة الشعر واللحية لأن وجهها كان متغطى بالشعر الأسود والكثيف. جوليا فتاة من المكسيك من أصل هندي، كانت تعاني من كثافة الشعر بوجهها، وإلها دينين كبار وفم بارز وأسنان عالية، يعني
الثاني أعزكم الله بتشبه القرود، وبحسب اللي قالوه أصحاب السيرك باسترانا كانت من قبيلة الهنود الحمر، كانوا كلهم مسوخ بيشبهوا القرود وبيعيشوا في كهف كبير. وطبعا الهدف من الإشاعة هذه هي تشويه سمعتها وإثارة الجمهور عليها، لكن في الحقيقة هي فتاة من البشر طبيعية جدا بتعاني من مرض فرط الشعر، وحسب كلام سكان منطقتها كانوا يسموها المرأة الذئب، وكانت عايشة مع امها، وبعد وفاة امها اخذها عمها وباعها لرجل اسمه تيدور ليند، وهذا الرجل علمها الغنى والرقص وعلمها 3 لغات عشان يقدر يستغلها ويستفيد منها، فصار يلف فيها العالم جولات استعراضية، وهذا اللي عمل لها شهرة واسعة. وكانت جوليا في نظر تيدور الجاجة اللي بتبيض ذهب، وبعد ما انشهرت جوليا والكل صار يعرفها في جميع أنحاء العالم، تيدور خاف إنها تتخلى عنه فقرر يتزوجها، وبعد فترة خلف الطفل، وهذا الطفل بيعاني نفس مرضه لكن توفى بعد 3 أيام من ولادته. حتى جوليا اتوفت بعد الولادة بسبب مضاعفات الولادة، لكن تيدور ما دفن زوجته وابنه، راح باعهم لعالم روسي حنطهم بطريقة مميزة، وبعد هيك رجع اشتراهم من العالم الروسي وصار يستغلهم ويعرضهم في السيرك والمتاحف والمعارض ويكسب المال بالمقابل. وبعد فترة اتزوج تيدور بامرأة بتحمل نفس المواصفات، اسمها زينو نورا باسترانا، لكن كثر الطمع انتهى فيه لمصحة عقلية ومات فيها. ومومياء جوليا وابنها ظلت لسنوات طويلة بتنعرض في المتاحف والمعارض والسيرك، وبتتنقل من معرض لمعرض، وفي النهاية انسرقت مومياء الابن وتدمرت. أما مومياء جوليا خفوها بعد اعتراضات من جمعيات حقوق الإنسان، وفي عام 1979 انسرقت المومياء مرة تانية، لكن رجعوها وحافظوها في معهد الطب الشرعي في أوسلو. وفي فبراير عام 2013 رجعوا جثة جوليا للمكسيك ودفنوها في موطنها الأصلي بعد 150 عام من التحنيط. جوزيف ميريك لقبه الرجل الفيل، هذا الشخص بيعاني من تشوهات كتيرة، احتفظوا بهيكل العظمي بعد وفاته، وهذه الصورة بتوضح مدى تشوه في الجمجمة والعظام. جوزيف كان طفل طبيعي، لكن بعد عمر السنتين بدأت تظهر عليه علامات التشوه في الوجه والرقبة وتضخم بالفم حتى الشفة واللسان، فكان من الصعب عليه الكلام، وكانوا الأطفال ينفروا منه ويرموا عليه الحجارة. وكمان نشروا إشاعة بأنه أمه اعتدى عليها فيل وحملت منه، وكان ملجأه الآمن والوحيد هو حضن أمه اللي كانت توسي وتخفف عنه، لكن لما صار عمره 11 سنة توفت أمه وتركته وحيد. أبوه كان رجل سكير وتجوز مرة تانية، وكانت زوجة أبوه تكرهه وتنفر منه فطردته من البيت وصار وحيد مشرد بالشوارع، وبعد هيك حطوه في مأوى المشردين، لكن حياته كانت في المأوى أسوأ من الشارع، فقرر يرجع للشارع مرة تانية. شافه في الشارع صاحب السيرك فأخذه حطه داخل قفص عشان الناس تتفرج عليه، لكن للأسف كانت الناس ترمي عليه طماطم والحجارة وينادوا عليه بالمسخ، وبعد هيك وقفوا العرض وما أعطوه المساكين مأوى، فرجع جوزيف للشارع وتشرد. لكن في يوم لقى طبيب اسمه ترافيس اتعاطف معه وقرر يساعده، وسمعت الملكة فيكتوريا بقصة جوزيف فأعطت الدكتور صلاحية إيواءه بالمستشفى ويوفروا له كل سبل الراحة، ففي المستشفى حصل على رعاية وتعلم القراءة والكتابة في الوقت اللي كانت بريطانيا غرقانة بالأمية والجهل، يعني كانوا عدد المتعلمين قلال. كان قارئ ذكي ومحلل ممتاز لروايات شكسبير، وكان يكتب الشعر والروايات ويعمل مجسمات هندسية، لكن للأسف ما طول كتير وتوفى هو شاب. كان نايم وبالعادة كان ينام على جنبه، ما بيقدر ينام على ظهره، فمرة نام على ظهره انخنق ومات. شيلدزي لقبه الرأس الدبوس، كان رجل لكن عقله طفولي، عقل طفل عمره 3 سنوات، كان يعاني من متلازمة سيكل، هذا المرض سبب له صغر في الدماغ والجمجمة غير طبيعي، وكان طوله 122 سنتيمتر، وذكاؤه كان في ذكاء طفل عمره 3 سنوات، وما بيقدر يتحمل مسؤولية نفسه، كان يقدم عروض بملابس بنت، وكان شخص محبوب بحب الرقص والغنى، وكان شاطر كتير في التقليد، واستغلوا مظهره بالسينما مع كبار التمثيل، وشارك في فيلم سيء السمعة اسمه المسوخ فريكس، وبعد هيك منعوه من العرض، وشارك بعد هيك أدوار صغيرة في السينما، لكن بهذه الأدوار ما استغلوا موهبته، استغلوا مرضه وشكله عشان ترفيه المشاهدين. وفي ختام قصتنا لليوم، هدول الأشخاص اللي حكينا عنهم وغيرهم كتير اللي بيعانوا من تشوهات، هم ما اختاروا يكونوا بهذا الشكل ويكونوا معاقين ومشوهين، هذا كان قدرهم. ولو كان الإنسان بيعاني من تشوه أو عيب خلقي فهو أكيد عنده مشاعر وإله الحق يعيش زيه زي البشر. المعاق إنسان إله إحساس وتفكير وكيان، وإنسان طموح ما بيحب الهزيمة وما بيحب نظرات العطف والشفقة. المعاق بيحتاج اللي يفهمه ويمدله إيد المساعدة ويفتح له المجال ليشارك في المجتمع. فنصيحة مني
لما تشوفوا أي إنسان بيعاني من تشوهات أو إعاقات تعاملوا معه بلطف وما تتشمتوا فيهم، ورددوا هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.